السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. نحن في السوق الأسبوعي بالاثنين بالحمد قليم ستات واللي ما عرفاش كاينه في المملكة المغربية. هذا الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا الخيرات عيالات رجال أبنات أولاد، هاد الخيرات تاع البقرة الوالدة هنا في الاثنين بالحمد. كي تشوفوا الخيرات موجودة هنا في الاثنين بالحمد. شحال الثمن تاع النار ديالك هاد؟ 360. 360 والدة هاد الأجل؟ آه. الجيرة في جاب السن؟ جموع زين، جموع الأول. جموع صغير، جموع صغير كما تيقول هاد الصديق تاعنا ب 360 وجموع صغير والدة عجل بلجيكي تبارك الله. كي تشوفوا معنا في الاثنين بالحمد ما عندي ما نقول، عجل زين تبارك الله. أمو عدا باقي عدا الدراع باقي عدا مار شحال تقريبا تتحلم من يضرب؟ ما عرفتيش غير خدتوها غير اليوم. كي تشوف تبارك الله هنا في الاثنين بالحمد كي تشوفوا هاد البقرة تبارك الله والدة هاد البلجيكي زين تبارك الله. وهادي مو كي تشوفوا معنا هنا في الاثنين بالحمد هاد الخيرات تنوريوها الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. كيما تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله في الاثنين بالحمد تيقول 18000 تاع الدرهم هنايا. ياك على حسابك؟ على حسابك. ولدها زين؟ ياك؟ تبارك الله. زين وكل زين. كانت هي أحسن بقرة عندكم أحسن بقرة في الاثنين. والدة عجل بلجيكي. قول المختار. مليحة. مليحة. تقول هذا. في هذا السوق هي الرقم واحد. ياك؟ هي الرقم واحد. تبارك الله. كما تشوفوا رقم واحد في العجل ولدها زين. تبارك الله. كي تشوفوا تبارك الله ما عندي ما نقول ولدها زين تبارك الله. وشكروا كاع البقاع وشريه هنايا. تبارك الله سامحني سامحني. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بالزوله عاد زينه تاهي بالزوله زينه. شي مراه هذيك الله يرضيك الله يسهل لك الله يسهل لك. دار ورقتها ثاني. بصح دار تاني من لقحة كيما تشوف سامحني الله يرضيك واحد شويه وبقى سير منه من هي تبارك الله. هذه تاني دار كيما كان هذا الصديق تاعنا ياك بالورقه تاعتها تبارك الله. بقرة زينه بزولتها والدها هاد الاجل تبارك الله. شحال تقريبا؟ شحال تقريبا يسوى العجل؟ شحال تسوى تعال مختار. العجل فوق يسوى فوق مليون. عطاونا مليون و30. مليون و30 تبارك الله. كيما قال هاد السيد انت مشروك فيها تاتا؟ ديالو 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 ديالي انا وياه. الله يسهل عليك. ما عندوش بقرات هذا ما عندوش. اه يا حليب وكل شيء زيدون يا يا. مشروك فيها؟ اه يا قلت لك مشروك 10 صباح و10 عشيه. اياك؟ اه يا مسكين مولا 17 عام وهو شاد. الجيره في السن. الجيره في السن. ما عندهاش وحده. ما عندهاش وحده. تبارك الله على الشرفه. اه نعم. صافي. البقرة ديال 300 ما عندهاش هالطلع. تبارك الله. هي خاصة بالحليب؟ واش خاصة بالحليب؟ فيها الحليب. وما عندها لا ولد لا بنت؟ ما عندها لا ولد الله يبعينها يضرب. ياك انت باغي تبيعها وتحلب درك. الحليب هي 16 لتر وكتحلبها. شحال؟ وش يقول 10؟ وش يقول 16؟ ما عرفناش. كان مولاها. ها؟ كان مولاها. قال لك هذا. شريتها انا اللي في السن قال لك كلفه وكلته. ما تكسبتها وحده. ما كريت وحده. سبحان الله. سبحان الله العظيم. كيما تشوفون في الاثنين بالحمد. هذا خيرات. لا. مالي قادر على زوين. تبارك الله تبارك الله. تجيبوا لك يصوروا. وين السن شويه زين. ما عندهاش السن. باش غادي نعدك بالسنة تجمع بالسنة. سبحان الله اللي خلق النشا غير تضحكوا الحباب تاعنا هنايا في الدين بن احمد
واني اني فكرني فيها الحاج مصطفى قول لي تقول مسروق بعدي برقول الله يسهل عليكم وتكي دي راسي واه يا واه يا لامين انت فين بخير شتك ما بنتيش اللي قال لهم موجود موجود وفرك انت شباب سلام لهم راح يطرح جوج ان شاء الله واخا شوفوا نشوفوا مع الحباب تاعنا هنايا في كما تشوفوا هاد الخيرات في الاثنين بن حمد تتوجه في قليم سطات الحي واي مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان والحباب تاعنا اهلا وسهلا بهم جميعا هاد الخيرات شحال هاد الثمن 93 باش تفسر لي الحلم باش ماشي تقول لي رانا غير حلمت وباش حلمتي بالله اعلم لا راه خاصك تقول لي مليون و93 14650 درهم كما تشوفوا هاد الحباب تاعنا هنا في واش دايره هي في السن تاعي وين جمع صغير جمع صغير تبارك الله والده عجله واش مليون و93 عطوها لكم ولا بغيتوها بغيتوها واش عاطينكم مليون و80 وقيل لحقتي واللي جات في فمك قلتيها معقوله ورا غادي يا سيدي تسلو هاد القضيه كما قلنا لك وكما قلنا لاحباب تاعنا في مكانو تنحييو كل مشاهد قناه الزيتون المرجان والحباب احنا في الاثنين بن حمد كي تنشوفوا الخيرات موجوده تاعت المكرق الوالده والرواج كاين واخا كاين شويه الشعاع تاع الشمس كاين شويه الرواج هنا في الاثنين بن حمد الخيرات تبارك الله موجوده وانا في 140 الف ها 140 شهر مولا عجل بلجيكي اصيل عجل بلجيكي اصيل الزيتون ما عندي ما نقول زوين كلي كله زوين امو الاصل ديالو ديال بلجيك بعت امو بعتو امو راه امو ما كتشبهلوش ما تتشبهش ما عندي اوروبي الله يسهل مسكينه عروميه ياك شليحه ياك شليحه عروميه من الجبل الله يسهل عليك الله يسهل شحال تقريبا باش هذا شحال واد شحال تقريبا عندك شهر ولا ما يلحقش ياك باقي صغير تجي هيا مشروك تما ودريس 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 الله يسهل عليكم واش شاري يدير واش شاري يدير تقول شاري واش تاعتك انت باش ابو الشرقي ما غاديش يبيع يشري في البقره لا 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 وابو شايف الله يرجعك ورينا الثمن تاعك مليون و80 مليون و80 اش والدك الشرقي ولا تيبيع يشري في البقره كي داير سامحني ياك حبيبي ياك بخير ناشط قلت لي مليون وثمانين باش انت مع الشرق والشرقي راه تصور لهي ثاني تصور هنا مع البركة شحال قلت لي الشرق مليون وثمانين اخويا والد عجل اش دايره في السن تبارك الله ولد زوين عطاكم فيها شي ربح؟ شريها بالربح انت شريتيها بالربح؟ شحال كان الدواء؟ مليون و70 عملها له ب 10000 مليون و80 كنتي انت مشروف فيها؟ انا مشروف فيها السي زيتون مشرف ماشي مشكل كما تشوفوا في الاثنين بن حمد هاد الخيرات البيع والشراء ماشي حرام بالرباح ولا هذا البيع والشراء راه بنادم تيتلاقى وتيدير الثمن ياك بغيتي من هذاك الشيء مرحبا سي الشرقي مرحبا هاد البقره تاعك من هادي من الزيتونيه. تاع هذاك الطويل اللي قال لي سير جوجات حدا الحيط يمكن هما هادو هذوك صديق تاعنا ديما تيتصور معنا في قناه الزيتوني مرجان الاحباب تاعنا كي تشوفوا هذه راه الاثنين بن حمد والخيرات موجوده كي البقره الوالده كيما تشوفوا هنايا هذه مليون و 14000 تاع الدرهم مليون و80 14 تاع الدرهم الخيرات موجوده في المملكه المغربيه كما تنقولوا الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن حبابنا اهلا وسهلا بكم
جميعا، وتنحيي السي عبد الرحمن مرجان اللي كان هو مدبر القناة، تنحييه ونحيي الأحباب تاعنا في المكان، أي مشاهد قناة زيت المرجان في المكان الأحباب تاعنا، أهلا وسهلا بكم جميعا.